طلعت حامل يوم فرحها وجوزها سابها وجري منها وقلعت الحجاب بعد فترة من جوازها، وكانت هتنفصل بسبب عينه الزيغة أكتر من مرة، وطلع متجوز عليها صاحبتها واداها بالقلم قدام المعازيم. يا ترى مين اليوتيوبرز الصياد وساسو أصحاب الفيديو الترند بتاع خيانة جوزها يوم فرحها؟ وإزاي العروسة حامل يوم فرحها وللعريس اداها بالقلم؟ تفتكروا فعلا اتجوز عليها صاحبتها؟ مفاجآت كتير هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. طلعوا بلوجرز ويوتيوبرز وعندهم بيج على التيك توك معدية 600 ألف متابع ومتجوزين، والفيديو الترند من قلب احتفالهم بعيد جوازهم، واللي ظهر فيه هو وبيديها بالقلم قدام المعازيم ومسكوا في بعض بعد خيانته ليها وجوازه من صاحبتها. كلامنا هنا عن إسلام وأسماء أصحاب بيج الصياد وساسو، واللي تصدر اسمهم الترند خلال الساعات اللي فاتت بعد الفيديو اللي نزل وهم ماسكين في بعض قدام المعازيم وبوظوا فرحتهم بنفسهم. يا ترى إيه اللي حصل؟ الكل اتفاجئ بالفيديو اللي انتشر ليهم وهم بيرقصوا في قمة سعادتهم، وهي كانت إطلالتها زي الأمير واعتمدت الفستان الابيض الصاق وشعرها كان سايب وميك اب خفيف جدا، وهو كان لابس بدله بيضه، وعاشوا اجواء ولا في الاحلام لدرجه ان شكل العين فلقت الحجر، ومسكوا في خناق بعض قدام المعازيم وعجنوا بعض، وده بعد ما اعترف ليها انه متجوز عليها وكان فاكر انها هتعديها لما تعرف لانها في ليله العمر وخلاص بقت قدام الامر الواقع. لكن ردت فعلها ما كانتش متوقعه خالص وخرجت عن شعورها وبهدلت الدنيا ولمت المعازيم حواليهم وصرخت فيه وما كانتش مصدقه اللي حصل، وجابها قدامها واعترف انه بيحب صاحبتها هنا، وقعت من طولها وفضلت تشد في من البدلة من صدمتها، وهو من كتر كلامها كان صعب عليها راح اداها بالقلم قدام المعازيم، والكل كان في صدمة، يا ترى الفرح هيكمل ولا كده باظ؟ لكن في الحقيقة هما الاتنين وقعوا على الأرض بعد ما منظرهم ما كانش ألطف حاجة قدام الناس، وفاجئها إن كل ده كان مقلب فيها وإنه ما اتجوزش عليها، والفيديو ده انتشر بسرعة البرق، والناس قعدت تدور ورا الفيديو لحد ما اكتشفوا إنهم طلعوا بلوجرز وأصحاب قناة على اليوتيوب اسمها الصياد وساسو واسمه الحقيقي إسلام وهي اسمها أسماء. حكايتهم بدأت من 7 سنين كانوا بيحبوا بعض وعايشين مع بعض على الحلوة والمرة، وطلعت معاه سلم الشهرة واحدة واحدة لحد ما اتجوزوا من سنه وما كانش مصدق وعيط في كاتب كتابه من فرحته بيها، وبقى لهم على السوشيال ميديا اكتر من 6 سنين، واسمه اسلام الصياد والمحتوى بتاعه عباره عن مقالب وفلوجات ليومه، وقبل عيد جوازهم ب15 يوم كانوا هيسيبوا بعض، وده بسبب انه اكتشف خيانتها ليه، وساعتها ما كانش عايز يكمل معاه وفعلا رمى الدبله في وشها وقال لها خلاص كل شيء اسمه نصيب، وهي كانت حامل بس ما حصلش نصيب في البيبي، وقعدوا شهور وهما سايبين بعض وهو يروح يصالحها في البيت وهي ما ترضاش وعايز عيش الزوجيه رغم انها مش حاضنه وهو كمان، وفضلوا فتره على كده لحد ما ظهر فيديوهات فرح من جديد، وهنا الجمهور اتصدم فعلا من البلوجر اسلام الصياد لانه عمل فرح من اول وجديد احتفالا بعيد جوازهم واللي بقى ترند بسبب اللي عملوه في بعض، ورغم انه فيديو مليان عياط وازمات الا ان وش السعد عليهم لان البيج بتاعتهم المتابعين زادوا خلال الساعات اللي فاتت، وصلوا على التيك توك اكتر من 600 الف متابع وشويه وهيوصلوا للمليون، وعملت له احلى مفاجاه بحملها في الفوتو سيشن بتاع عيد جوازهم وقالت له انها حامل، بس هو رد فعله كان غريب، جري وسابها وكانه كان خايف يشيل المسؤوليه. يا ترى انتم متابعي الصياد وساسو لما شفتوا فيديو عيد جوازهم كنتوا فاكرين مقلب ولا صدقتوه؟ شاركونا في التعليقات.